كان نبيا كان نبيا ملكا وله عرش في الدنيا وتوسد أوتي ما لم يؤت سواه يشكر نعم الله ويسجد من هو يا صاحي أجب عني إن لم تعرفه سل الهدهد. عن أي شخصية كان يتحدث اللغز؟ 1- سليمان عليه السلام. 2- داود عليه السلام. 3- إدريس عليه السلام. 4- موسى عليه السلام. فقط وحصرياً لعملاء اتصالات، أرسل رقم الإجابة الصحيحة إلى 1043 واحصل على فرصة للفوز برحلة عمرة. تكلفة الرسالة 3 جنيهات.